بدأت حفظ القرآن الكريم من الصف الأول الابتدائي ولله الحمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أتممت حفظ كتاب الله ولله الحمد في السنة الماضية، ولم أجد أي عقبات أو صعوبات في حفظ القرآن الكريم، وذلك لأنني كنت محافظ على حفظ القرآن الكريم والمراجعة التراكمية ومراجعة ما قد سبق حفظه ولله الحمد. القرآن الكريم كان خير معين بالنسبة لي، وكان من أسباب تفوق الدراسي. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. مشاركتي في المسابقات أعطتني دافع في أني أواصل وأحقق المراكز الأولى في عدة مسابقات أخرى بإذن الله، وكانت تشعرني بالسعادة الشخصية والرضا. حقيقة ريان من الأبناء اللي يدفعونك تعمل كل شيء لأجله صراحة، يعني لا هو ولا أخوه ساجي